فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك بعض من طلبة العلم يقول إن قول الصلاة خير من النوم هي في الأذان الأول وليست في الثاني. هذا ما يدري، هذا جاهل، ما هي في الأذان الأول، في الأذان الثاني علامة على ما يعرف الأذان الثاني إلا بقول الصلاة خير من النوم، فارقة بين الأذان الأول والأذان الثاني. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.